بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة واحدة حلقات برنامجكم صحتك ثروتك، احتفال برنامج صحتك ثروتك بحلول شهر رمضان المعظم. كل سنة وحضراتكم طيبين. بما ان احنا بنحتفل بشهر رمضان يبقى بنتكلم، بالتأكيد هنتكلم عن حاجات تخص الصحة وتخص التغذية. عشان كده الفقرة الثانية عندنا النهاردة، لو تفتكروا احنا من أسبوعين كنا اتكلمنا عن اللحوم، ولكن هنتكلم عن اللحوم النهاردة بشكل مختلف شوية. ازاي وانت رايح للجزار تختار لحمتك، ازاي تحفظ اللحمة، ازاي تتعامل مع اللحمة المصنعة، ازاي تتعامل مع اللحمة المجمدة، كل ده هنعرفه ان شاء الله في الفقرة الثانية، لان مفيش بيت في رمضان ما بيخلاش باللحمة. عشان كده قلنا ازاي نتعامل مع اللحمة. الفقرة الثالثة النهاردة هتكون فوائد الصيام للأعمار المختلفة، للطفل، للست الحامل، الرجل الكبير في السن، الناس المزمنة. الفقرة الأولانية الفقرة الثابتة معانا، وهي فقرة الكبسولة، والكبسولة برضو قررت ان النهاردة تحتفل معانا بحلول شهر رمضان. خلينا بقى نطلع فاصل ونشوف فقراتنا ازاي النهاردة هتحتفل بشهر رمضان. فاصل ونواصل.